في حاجه اسمها الراي والراي الاخر، واحنا المفروض علينا ان احنا نسمع بعض. احنا سمعنا الراي، الراي اللي بيقول انه في ماساه هنا. انا عايز الراي بتاعتكم يا جماعه، بس بفضلكم من فضلكم في حاجه اسمها الراي والراي الاخر. احنا كلنا حاليا دلوقتي بنحمل الرئيس مرسي مشاكل لها اكتر من 40 سنه. الرئيس مرسي لسه جاي اول امبارح بنحمله مشاكل لا اكتر من 40 سنه. بعدين لك حاجه صدق عايزين نحترموا بعض. الحاجه الاولانيه، الحاجه الاولانيه المشاكل اللي عندنا دي متراكمه لها اكتر من 40 سنه. صوتنا اتنابح مع الساده المسؤولين، مجلس القريه بتاعنا الاداء بتاعه، الاداء المهني بتاعه اداء لا يصلح، لا يصلح بالأبد. وفي كادر من الموظفين لا يصلحوا لاداء هذه المهمه. احنا محتاجين يعني هيكله كل انت محتاجين ثوره داخل الاداره. الاداء غير جيد. نعم. عندنا الصرف الصحي غير جيد، ميه المجاري انخفض، معدل الانتاج انخفض، معدل انتاج الاراضي من المحاصيل الزراعيه سنه تروى الاخرى بسبب الاهمال، بسبب الاهمال وغير الصرف الصحي. ادي اللي احنا شفناه. وصلت الفكره.